مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب هنكمل مع بعض دراستنا اللي احنا بدأناها من أكثر من يمكن ست سبع أسابيع أو أكثر عن موضوع مهم قوي وهو موضوع سفر التكوين تكلمنا عن الأصحاحات الأولى بالأخص من واحد إلى حداشر وكلمنا عن موضوعات متعلقه بالخلق او التطور وايضا كلمنا عن تاريخيه ادم وعن الطوفان هل هو اسطوره رمزيه ام قصه تاريخيه حقيقيه وبدانا من اسبوعين نتكلم عن ابراهيم ودعوه الله لابراهيم والنهارده هنتكلم عن جزء مهم جدا في حياه ابراهيم او حدث مهم جدا في حياه ابراهيم وفي علاقته بالله وفي علاقته أيضا بابنه وحيده إسحاق أكيد حضراتكم عرفتوا أنا عايز أتكلم عن إيه النهاردة أتكلم عن تكوين 22 لما الرب امتحن إبراهيم وطلب من إبراهيم أنه يقدم ابنه وحيده الذي يحبه إسحاق كمحرقة ونتكلم عن الجزء ده لأنه الأصحاح ده من الأصحاحات المهمة جدا جدا في كل الكتاب المقدس والاصحاح ده ياما الهم فكر وخيال الفنانين والرسامين وكتاب القصه والروايات على مدار التاريخ كله لاكثر من 4000 سنه دلوقتي هذا الحدث عمره يعني الا انه مازال ايضا له اهميه كبيره جدا في تاريخ الفداء وفي الكتاب المقدس ومعاملات الله مع إبراهيم الدعوة الثانية لإبراهيم يبقى كلام النهاردة عن إبراهيم وتقديم إسحاق ذبيحة لكن لما بنيجي الأصحاح 22 بنجد الدعوة الثانية لإبراهيم بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هناك كانت دعوة أولى الدعوة الأولى كانت موجودة في أصحاح 12 لما الرب بنفسه قال إبراهيم إبراهيم أو إبرام كان في ذلك الوقت أخرج من أرضك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أريك والله قطع عهد مع إبراهيم وإبراهيم خرج تاركا كل مضي تاركا مدينة أور بكل ما فيها من تقدم بكل ما فيها من حضارة بكل ما فيها من ازدهار تاركا المكان اللي عاش وتربى فيه كان عمر إبراهيم 75 سنة ترك كل ذكرياته وخرج مع الرب وهو لا يعلم إلى أين يذهب كما يقول لنا كاتب العبرانيين، لكن إبراهيم كان يعلم مع من يسير وده اللي صنع الفرق الكبير في حياة أبونا إبراهيم. الامتحان الثاني أو الدعوة الثانية جات في أصحاح 22. لما يقول لنا الكتاب وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له فقال له يا إبرام فقال أنا ذا فقال خذ خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المرية واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك يبقى دي الدعوة الثانية أو اللي فيها بعد لما الله اعطى اسحاق لابراهيم وكبر اسحاق وصار ابراهيم يرى في اسحاق تحقيق لمواعيد الله وتحقيق لعهد الله بانه هيبقى لنسل وبانه نسله هيبقى في الكثره كنجوم السماء وكرمل البحر وكان كل يوم بيمر على حياه ابراهيم كان بينظر فيها إلى إسحاق ويشكر الله لأجل هذه العطية ولأجل أمانته نحو وعوده ونحو عهوده التي قطعها معه لكن فجأة يأتي الصوت الإلهي ويقول لإبراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واصعد محرقة على أحد الجبال التي أريك الذي أقول لك طيب لما نيجي للجزء ده في أكتر من حقيقة حابين نتكلم عنها وإحنا بنتكلم عن الجزء ده الجزء ده أول حاجة بيقول لنا في إيه بيقول لنا وحدث بعد هذه الأمور وحدث بعد هذه الأمور أنهي أمور الأمور اللي بيتكلم عنها في أصحاح 21 بيتكلم عن أصحاح 21 بيتكلم عن أنه إزاي هاجر وإسماعيل تركوا البيت وجعلهم إبراهيم يعني صرفهم إبراهيم وبعد كده إبراهيم بيقطع ميثاق مع بئر سبع ومع ألي مالك أبي مالك وفي كل رئيس جيشه وإبراهيم عاش بعد كده حياة مستقرة أنا فرجت على كام فيديو الأسابيع الماضية من بعض الإخوة المسلمين اللي بيتناولوا قصة إبراهيم وكان فيها بعض الأشياء اللي أنا حابب إني أتكلم عنها فهو بيقول واحد من الفيديوهات كانت بتقول بيقول إنه وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فهو بيقول إنه إبراهيم كان عنده إسحاق كان عنده يمكن سنة أو سنتين يوم ما الرب امتحن إبراهيم وقال له خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وبالتالي ما ينفعش أن يكون إسحاق لابد أن يكون إسماعيل اللي هو الشاب اللي عمره 17 سنة هو اللي أخذه ويقدمه إبراهيم وليس إسحاق يبقى على أساس أنه وحدث بعد هذه الأمور أنه ما فيش فترة زمنية ما بين احداث 21 واحداث 22 لكن اي قارئ للكتاب المقدس يعلم جيدا انه هناك فترات زمنيه قد تطول هذه الفترات او قد تقصر يعني يعني الكتاب المقدس ما بيسجل لناش كل الاحداث بحسب ترتيبها اليومي او الاسبوعي او حتى السنوي اوقات كثيره بنلاقي جاب كبير مثلا حتى في حياه الرب يسوع ما بنلاقي جاب ما بين انه في 13 سنه كان عنده 13 سنه الى انه بدا خدمته يعني حوالي 17 سنه مش مذكوره من حياه الرب يسوع لكن لما بنيجي نقرا النص الكتابي اوقات كثيرة ما بناخدش هذا الانطباع انه اكنه بينقلني من حدث الى حدث ولازم انا كباحث وكدارس لكلمه الله اعرف انه هل في الحدث دون هل هو متتابع مباشره من حيث الزمن وراء الحدث اللي قبله ولا هناك فتره زمنيه قد تطول او تقصر ما بين الحدث السابق والحدث دون. لما نيجي الى اصحاح 11 يقول ايه؟ فبكر ابراهيم لما اسماعيل كان يعني بيتريق على اسحاق وساء دون جدا في عين ساره امه فطلبت من ابراهيم انه يصرف اسماعيل وهاجر والرب اكد لابراهيم انه لازم يعمل كده، فيقول الكتاب فبكر ابراهيم صباحا واخذ خبزا وقربة ماء واعطاهما لهاجر واضعا اياهما على كتفها والولد وصرفها. النص ده يوم ما الواحد بيقراه ممكن تشعر انه هو اعطاها قربة ماء واعطاها الخبز واداها الولد على كتفها يعني اسماعيل كان عمره يمكن أربع خمس سنين لكن حقيقة إسماعيل كان عمره 17 سنة مش أربع أو خمس سنين والقراية الصحيحة للنص ده بحسب اللغة العبرية نقراها أنه أخذ خبزا وإربت ماء واضعا إياهما يعني وضع الخبز وإربت المية على كتفها يعني هو إبراهيم ساعدها أنه يحط حط الإربة وتحط الخبز على كتفها واعطاها الولد يعني يعني الولد مش مش حاطه على كتفها لا ده اعطاها الولد لانه كان عمر اسماعيل في ذلك الوقت الفرق ما بين اسماعيل والفرق ما بين آآ 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 اسحاق 14 سنه والاحداث دي حصلت بعد لما اتفطم اسحاق في كمان سنتين ثلاثه فكان عنده 16 17 سنه يوم مع حصل الموقف دون انه صرفها. لما نيجي الى تكوين 22 هناك ايضا فارق زمني ما بين انه صرف هاجر واسماعيل وما بين انه اخذ اسحاق ليقدمه. هذا الفارق الزمني لا يقل عن 12 سنه. 12 سنه او اكثر ونضيف عليها ثلاث اربع سنين اللي هو الفطام بتاعت فتره فطام اسحاق يبقى كان اسحاق ما بين 15 سنه الى 17 سنه عندما اتى امر الرب له ويقول له خذ ابنك وحيدك الذي تحب اسحاق فلم يكن اسحاق طفل رضيع كما يظن البعض لكنه كان لاد او بيسموها شاب يونج مان يستطيع ان يحمل الحطب يستطيع ان يسير الى مسافات طويله، يستطيع انه يتساءل ويسال ويحاور، طب ادي الحطب موجود وادي المسبح موجود فاين المحرقه؟ يعني عنده وعي وادراك آه مش مجرد طفل صغير كما يعتقد البعض، علشان يقولوا انه اللي خدوا ابراهيم يقدمه مش اسحاق لكنه اسماعيل، طبعا ده مبني على آه اقتناعات آه خاطئه ملهاش علاقة أبدا بكلمة الرب يبقى إبراهيم أخذ إسحاق وكان إسحاق ما بين 15 ل 17 سنة في ذلك الوقت وعلماء اليهود في تفاسيرهم وكتاباتهم تخيلوا أنه هناك حوار يوم ما الرب أتى لإبراهيم وقال له إبراهيم خذ ابنك وحيدك أنه ليه الرب قال لإبراهيم هذه الكلمات بالتفصيل وبالدقة وبكل هذه اللي ما تحتملش أبدا معها شك خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المراية فتخيلوا حوار دار ما بين الله وما بين إبراهيم الحوار بيقول إبراهيم ربنا بيقول إبراهيم أول حاجة بيقول له إبراهيم خذ ابنك خذ ابنك. فابراهيم رد على الله وقال له: أي واحد يا رب؟ أنا عندي اتنين. عندي اتنين. فقال رب: خذ ابنك وحيدك. فابراهيم قال له: لكن يا رب اسماعيل يعتبر وحيدي من هاجر وإسحاق أيضا يعتبر وحيدي من سارة. فالرب حب إنه يأكد لي أكثر، فقال له: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه، يبقى ابنك وحيدك الذي إيه؟ الذي تحبه. فأجاب إبراهيم وقال: أنا أحب الاثنين. أب كأي أب بيحب أولاده. فقال له الرب. فقال الرب له: فقال إبراهيم: آآ آآ للرب أنا أحب الاتنين فقال الرب خذ ابنك وحيدك الذي تحبه الذي هو إسحاق يعني يعني ربنا مش عايز إبراهيم يبقى عنده أي شك في إنه الدعوة دي جاية لإسحاق خذ خذ ابنك وحيدك الذي تحبه الذي هو إسحاق كويس يعني لو قال له خذ ابنك وحيدك كان ممكن يبقى فيه احتمال اسماعيل او اسحاق كويس لو قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه ممكن برض ما هو في امره طلب ساره انها تصرف اسماعيل وامه فكان بيحب اسماعيل حتى جه مره قال رب ليت اسماعيل يعيش امامي يعني خلاص بقى يا رب لو لو مش هيجي ابن من ساره خلي بس اسماعيل يعيش امامي ويبقى هو ال 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 الوارث لكل شيء لكن الرب أنهى هذا وختم هذا الخذ ابنك وحيدك الذي تحبه الذي هو إسحاق وليس إسماعيل توجد طبعا زي ما قلت فترة زمنية ما بين 10 إلى 12 سنة بين أحداث 22 وأصحاح 21 إسحاق كان شاب عمره لا يقل عن 15 أو 17 سنة في ذلك الوقت الصعوبة الكبرى في هذا الأصحاح زي ما بيقولوا لنا بعض المفسرين الصعوبة الكبرى في أصحاح 22 من سفر التكوين إنه ليست في طاعة إبراهيم للوصية بل في الوصية الإلهية نفسها يعني لو بصينا للأمر الإلهي الصعوبة مش في إن إبراهيم أطاع الرب الصعوبة في إن الرب يأمر ويوصي إبراهيم بأن يقوم بهذا العمل يعني فكيف للرب الذي هو كلي الحكمة وكلي الرحمة والعدل والمحبة أن يأمر إبراهيم بأن يقدم ابنه وحيده الذي يحب كذبيحة فأولا وأخيرا تقديم الذبائح البشرية مكرهة عند الرب كما يتكلم لنا الكتاب المقدس في لوين 18 وتسنية 22 وكانت من الأمور المنتشرة في أرض كنعان واللي بسببها أتت دينونة الله أيضا وهلاك الرب على هذه الشعوب فالصعوبة ليست في طاعة إبراهيم الصعوبة في الأمر الإلهي نفسه خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واصعده محرقة على أحد الجبال التي أريك إياه فالصعوبة هنا كيف لله الذي أعطى إسحاق بعد سنين طويلة هذه السنين عدت 25 سنة من حياة إبراهيم لأنه إبراهيم دعا الرب وهو عنده 75 سنة واعطاه إسحاق وهو عنده 100 سنة فكيف لابن الوعد اللي في كل يوم بيكبر قدام إبراهيم ويرى فيه إبراهيم تحقيق للوعد الإلهي أن يأتي يوم ويقول له الرب خذ ابنك وحيدك الذي تحبه لكن النص الكتاب بيقول لنا أن الله امتحن ابراهيم الله امتحن ابراهيم فكيف يأمر الله بهذا الشيء نعلم بحسب كلمه الله ان الله غير مجرب بالشعوب وبالشرور وهو لا يجرب احد يعني يعني الله لما بيجرب الانسان بيجرب الانسان للخير يعني بيديلك امتحان علشان تنجح فيه الله مش بيجربنا بالشرور مش الشر اللي أنا بختاره هو تجربة من عند الرب يعني خلينا أوضحها أكتر يعني أنا لو, لو أنا آآ آآ شغال في شركة ولقيت في يوم من الأيام أنه الخزنة مفتوحة كويس وفكرت أنه آه دي فرصة حلوة ليا أنه محدش شايف وإني أخد من الخزنة دي اللي أنا عايز أخده وخدت فلوس من الخزنة دي كويس؟ هل التجربه اللي انا مريت فيها وبعد كده اتمسكت واتحكم عليا، هل التجربه اللي انا مريت فيها دي تجربه سمح بها الله؟ لا، الكتاب بيقول لا، ليه؟ لان الله لا يجرب بالشرور، هو غير مجرب بالشرور، كويس؟ هو لا ياتي في فكره فكر الشرير لانه هو قدوس وطاهر وهو لا يجرب احد بالشرور، اللي انا عملته ده يعتبر اختلاس، يعتبر ان انا خدت حاجه مش بتاعتي، فبالتالي انا اللي اشتهيت وانا اللي دخلت نفسي في الخطيه وانا اللي جبت على نفسي وعلى بيتي كل هذا العقاب وكل هذا الفعل المشين ونتائجه. لكن لا استطيع ان اقول ان الله هو الذي قادني الى هذه التجربه. كثير جدا وبالأخص في العالم الإسلامي الفكر الإسلامي بالأخص المرتبط بالقدرية مرتبط بأن الإنسان في كل ما يفعله حتى الخطايا التي يخطأها الإنسان هي مكتوبة له من عند الله وهذا فجر فكر شرير فكر بيخدر ضمير الإنسان فكر بيعطي للإنسان يعني تصريح ليفعل ما يفعله يعني آه لا انسى يوما كلكم حضراتكم آه آه عاصرتوا هذه الايام لما كان آه آه مرسي في الحكم وكان عندنا برلمان آه آه من الاخوان وواحد من الاخوان اعضاء البرلمان جه آه قال انه آه كان جاي ومناخيره محطوط عليها شاش وعمل آه يعني عمليه وقال انه انا اتضربت واتسرقت و... و... وحصل لي جرح في مناخيري وبعدين اكتشفوا ان هو كان عند دكتور تجميل وكان بيعمل عمليه تجمير لوجهه وطبعا حسب الشريعه الاسلاميه ده غلط وانه اللي قاله ده كذب انا لا انسى الموقف عندما وقف في مجلس الشعب وقال ان كل ما فعلته هو مكتوب على الجبين يعني الغلط الكذب اللي انا كذبته ده الله مقرره لي ان انا اكذبه هذا الفكر فكر ليس من الله هذا الفكر فكر شرير ليه لان الله لا يجرب الانسان بالشرور هو الله نفسه ليس فيه الفكر الشرير وهو لا يجرب الانسان بالشرور زي ما بيقول لنا الرسول يعقوب في اصحاح واحد من من رسالته وعدد 13. لكن لما الانسان بيشتهي ولما الشهوه بتمتلكه ولما الخطيه بتلد بتلد موت. لكن الله جرب ابراهيم بمعنى انه امتحن ابراهيم بمعنى انه اراد ان يعرف ماذا سيختار ابراهيم في الوقت الصعب وقت الامتحان. وكل ايمان حقيقي في حياتنا كمؤمنين بيمتحن لو قرينا كلمه الله وشفنا رجال الله وايضا كل القديسين نرى ان كل امتحان في حياتهم كل ايمان في حياتهم وضع تحت الامتحان وضع تحت الامتحان كل يوم في حياتنا كمؤمنين هو امتحان هو اختيار ما بين اني افعل ما اريد او افعل ما يريد الرب، افعل ما يسرني او افعل ما يسر الرب، اطيع ان الرب او ان انا اعصي وصاياه، فالحياه المسيحيه هي حياه الايمان، وهذا الايمان لان احنا موجودين في عالم شرير، هذا الايمان بيمتحن وغرض الامتحان هو تزكية الايمان تزكية الإيمان أن ربي ينقينا أكثر وننمو في علاقتنا معه أكثر ونكبر في حياتنا وفي علاقتنا معه وفي خدمتنا له فالله لا يجرب الإنسان بشرور الله نفسه عمل اللي قاله لإبراهيم يعني يعني الله قال إبراهيم خذ ابنك وحيدك بعد ألفين سنة من هذا ال الامتحان الآب السماوي أعطانا الكلمة يسوع المسيح الذي جاء متجسدا وعاش بيننا وقدم نفسه نيابة عنا ليموت على الصليب نيابة عن كل واحد عشان كده المسيح هو عطية الله أن الله أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به إنه إنه الله أعطانا الابن ليت لأحد ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه الله لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين أمر الله لإبراهيم في تكوين 22 هو يعتبر رمز لما سيحدث بعد ألفين سنة من حياة إبراهيم عندما يأتي الحقيقة فهو ظل ما صنع إبراهيم مع إسحاق كان ظل للحقيقة اللي جت بعد ألفين سنة عندما رفع رب المجد وقدم نفسه نيابة عنا ليموت على خشبة الصليب فمن خلال فهمنا من خلال فهمنا لتكوين 22 من خلال فهمنا للرمز نستطيع أن نفهم الحقيقه عشان كده يقول لنا الكتاب ان كل ما كتب كتب من اجل ايه؟ من اجل تعليمنا نحن. فالاب فالم الاب وطاعه الابن نفهمهما من هنا من تكوين 22. طيب الصعوبه الثانيه بقى المرتبطه بالجزء ده يبقى في صعوبه المرتبطه بالوصيه الالهيه نفسها وفي صعوبه ثانيه مرتبطه بصمت ابراهيم، طيب قبل ما اتكلم عن الصعوبة الثانية حابب اخذ آه مداخلة. الأخ زيتوني. الو دكتور عزمي، علي دكتور عزمي. أهلاً وسهلاً بيك يا أخ زيتوني. وبيك شحالك يا دكتور عزمي، صحة لباس. أهلاً وسهلاً. وبيك بالله دكتور عزمي، آه، أنا دائماً أتكلم، ولو تتكرمون، وأحبب، معناتها الحلقة على إبراهيم، ومعناتها. لازم تدور على الاسلام وتصب الاسلام والمسلم انا اتكلم انا سأخوض في مساله واحده عندما نقول شيء مكتوب انت تقول الله يجرب لماذا يجرب؟ ليس الله عالم بكل شيء فالعلم الله عالم لا يجرب ولكن الله جعل الانسان له الاختيار كل شيء في علم الله كل شيء أنت. في علم الله لأن الله في القرآن قال ماذا قال في قرآننا أو في كتابكم المقدس الذي تؤمنوا به ككتاب مقدس أنا أؤمن بالقرآن وهذه عقيدتي وعقيدة ولا تقاطعني من فضلك أنا لسه ما كتعتمش أنا مدي لك وقت نحن نعلم أن الله يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها اي ان الانسان له العقل الاختيار سواه يفعل شرا او يفعل خيرا وهو بارادته فعندما نقول فعندما نقول في علم الله اي ان الله عقل ماذا سيفعل الانسان من شر وخير هذا بارادته كويس الزيتونه اوكي الانسان اراد أخ زيتوني في فرق ما بين إن الله عالم وفي فرق ما بين إن الله مقرر للإنسان في فرق كبير جدا الله عالم طبعا الله كله المعرفة كل المعرفة هو يعلم كل شيء حتى داود يقول في المزمور 139 أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أختفي إن صعدت للسماوات فأنت هناك فالله يعلم كل شيء يعلم يعلم ما في قلبي يعلم ما سيحدث معي لكن هناك فرق كبير ما بين ان الله يعلم وان الله يقرر لي او انه يكتب انه انا هعمل الاشياء دي ده الفرق في الفكر المسيحي الله بيعطي الانسان حريه الاختيار وبيقول له انا وضعت قدامك الحياه والموت فاختر الحياه لتحيا لكن لما نيجي للفكر القدري ان كل ما في حياتك هو مقرر لك من الله حتى بما فيها اخطائك مع انه دون بيشيل مسؤوليه الانسان وعشان كده لما الكتاب يقول لنا الكتاب يقول لنا انه اه الله بيسمح انه يجرب الانسان لكن الله عندما يجرب الانسان لا يجرب الانسان بالشرور بمعنى ايه بمعنى لو انا سقطت في الشر لا استطيع ان اقول ان الله هو الذي جربني ما اقدرش اقول كده لانه ده فكر فكر غير غير صحيح لكن عندما يمتحن الايمان انه ادخل في موقف اضطهاد في موقف صعب في مرض في اشياء ليس لي دخل بيها لكني ما بمر بيها اعلم ان الله يستخدم هذه الظروف حتى ولو كانت الصعبه الى شيء افضل يخرج منها شيء افضل عشان كده الفرق كبير جدا ما بين ان الله يعلم وما بين ان الله يقرر ويكتب وقد كتب للانسان ما سوف يحدث في حياته بما فيها من اخطاء وشرور واثام سوف يصنعها. زي زي يوسف واخواته، هل الله كان عالم ان اخوه يوسف هيبعوه ولا لا؟ يعلم، هل الله كان عالم انه امراه فوتيفار هتظلمه ولا لا؟ كان يعلم. لكن هل الله هو الذي كان مقرر لاخوه يوسف ان يفعلوا هذا الشر لا لا الشر ده نبع من داخلهم هو يعلم واستخدم هذا الشر لكي ما يبني انسان في الايمان ويكبره ويكون هذا الانسان معد لخدمه الله فيما بعد زي يوسف لكن الشر الذي حدث في حياة يوسف لم يكن من تصميم الله لإخوة يوسف أن يفعلوه لكن الله عالم آه واستخدم هذا الشر عشان كده حتى يوسف قال لهم أنتم قصدتم بي شرا والله قصد به خيرا يعني الله قصد بهذا الشر اللي خرج منكم قصد منه خير حوله إلى خير وده اللي بيختبره الإنسان المؤمن أن كل الأشياء بما فيها الشرور صدقني حتى الاضطهاد حتى الألام الجسدية حتى المعاناة اللي بيمر بيها المؤمنين الأتقياء لأن كل الذين يريدون أن يعيشوا بالبر والتقوى يضطهدون ده بيقول لنا الكتاب المقدس كده ورب يسوع قال في العالم سيكون لكم ضيق فكل هذه الأمور الله بيستخدمها لمجده وعش كده العبارة المشهورة اللي بتقول انه 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 آه دماء الشهداء هي بذار للكنيسه هي حقيقه هي حقيقة الله بيستخدم هذه الألام لكي ما يتمجد من خلال لكن هل الله هو الذي قرر هذا الشر وصنع هذا الشر ووضع للإنسان أن يصنع هذا الشر لا هذا الشر يفعله الإنسان بإرادته ويتحمل مسؤوليته وديننته عليه أنا دايما بحب على فكرة أخي زيتوني اتناقش معاك واتحاور معاك وانا بشكرك لانك يبدو ان انت متابع جيد لبرامج قناه الحياه واتصالك يعني انا فعلا باقدر اتصالك وبقدر الحوار معاك وبقدر معرفتك سواء بالقران او حتى بالكتاب المقدس وبصلي انه انه إنه الرب فعلا يباركك وترى الامور على حقيقتها كما هو معلن لنا في كلمة الله أه طيب أنا اللي حاجة تانية أنه الصعوبة التانية اللي بنجدها في هذه التجربة هي صعوبة مرتبطة بصمت إبراهيم يعني أه زي ما حد من الشراح قال أنا بستغرب إبراهيم في أصحاح 19 بيقف ويتدرع من أجل سدوم معمورة أصحاح 18 في الآخر أصحاح 18 لما الرب قال له أن أنا هدمر سدوم معمورة هل أخفي على عبد إبراهيم ما أنا صانع ورب قال له أنه هيدمر سدوم معمورة ويقف إبراهيم ويصلي لأجل سدوم معمورة يقول له يا رب حاشا ليك هل تهلك البار مع الشرير أديان كل الأرض لا يصنع عدلا لا ما ينفعش طب يا رب لحسن يكون فيها خمسين واحد ربنا قال له ما فيهاش 50 روح شوف راح ورجع قال له طب معلش يمكن فيها خمسة 45 واحد وابتدا يصلي ويتشفع من اجل سدوم وعموره فكيف لابراهيم ان يصمت من اجل ابنه الا يستحق اسحاق شفاعه ابراهيم وتذلل ابراهيم وطلب ابراهيم من الله كيف يا رب ان تصنع هذا لكن أحبائي ليست كل التفاصيل زي ما قلت بتبقى مكتوبة ربنا مش بيكتب لنا كل التفاصيل الكتاب المقدس كتب بالروح القدس كتابه الروح القدس وكتب لنا فقط الأشياء المهمة التي لبنياننا لمعرفتنا لنمونا لخيرنا عشان كده يا مقدس لا يسجل لنا كل شيء، توجد تفاصيل كثيره أخفها الروح القدس ولم يسجلها لغرض ما فكل ما كتب كتب من اجل تعليمنا. اكيد ابراهيم كان جواه صراع كاب. وهو يرى المستقبل ممكن ان يتلاشى في لحظه عندما يقدم اسحاق. ويرى كل العهد الله معاه. بأنه يكون له نسل ويبارك نسله ومنه يأتي المسيا كل هذه الوعود هتسقط كان جواه صراع يمكن ابراهيم صمت من كتر الـ 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 الألم اللي جواه وعود كثيرة كتر الالم جوا الإنسان لا يجد لها كلمات يضعه يضعها فيه نيجي للجزء مهم طاعة إبراهيم يقول لنا الكتاب المقدس إبراهيم لما سمع الكلام ده من الرب عمل إيه فبكر صباحا وممكن يكون بكر صباحا لأنه عايز يطيع وصية الرب وممكن يكون بكر صباحا لأنه ما نامش طول الليل ودي الحقيقة إبراهيم ما نامش وابراهيم ايضا بكر صباحا ممكن قبل ما تصحى ساره لانه لو خد اسحاق معاه وخارج اول سؤال هتساله له انت واخد اسحاق ورايح بيه على فين فبكر صباحا قبل طلوع الفجر خد ابنه وخد غلمانه معاه نيم من الغلمان وخد الدابة بتاعته حط حطب عليها وخد اسحاق وطلع من البيت فبكر صباحا وشد على حماري واخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق ابنه وشقق حطب لمحركه وده بيقول لي انه ابراهيم خارج من البيت وهو هيعمل بالظبط اللي ربنا قال له عليه وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله وفي اليوم الثالث خلوا بالكم هنا في اليوم كم؟ الثالث من الرحلة عشان نتكلم عن الجزء ده في المكان الجبل المريم وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك نسجد ثم نرجع إليكما هل هذا التعبير تعبير عن ايمان ان الله هيتدخل تعبير عن انه آآ آآ الله يقيم اسحاق من الاموات فاخذ ابراهيم حطب المحرقه ووضعه على اسحاق ابنه واخذ بيده النار والسكين فذهب كلاهما معا وكلم اسحاق ابراهيم اباه وقال يا ابي فقال هندا يا ابني فقال هو ده النار والحطب ولكن اين الخروف للمحرقه فقال ابراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني فذهب كلاهما معا دي طاعة إبراهيم نشوف هنا إبراهيم أبو الإيمان عشان كده إبراهيم استحق لقب أن يكون أبو الإيمان آه، نيجي الجزء مهم قوي أين بقى يقع جبل المراية أين يقع جبل المراية آه، دي خريطة قريطة الأراضي المقدسة وبنعرف ودي رحلة إبراهيم رحلات إبراهيم لما جه إبراهيم من حبرون ونزل إلى أرض كنعان وبعدين نزل إلى مصر وبعدين طلع طلع إبراهيم من هنا من مصر كويس وراح إلى بئر سبعة دي بئر سبعة هنا أنا معلم عليها بالأحمر دي بئر سبعة أه جبل المريا موقعه هنا كويس لما نيجي بقى للمسافه ما بين بئر سبعه تحت في الجنوب وجبل المريا اللي هو فوق في الشمال المسافه ما بين بئر سبعه وجبل المريا هي ميه وسته كيلو 106 كيلو يعني يمكن حوالي 70 ميل لو قلنا في الرينج ده بحسب كل الاحصائيات القديمه والتاريخيه القديمه نعلم ان الانسان في سفرياته قديما ما كانش يقدر يسافر في اليوم اكتر من 20 ميل ده لو معهوش اطفال يعني ده لو هم قادرين على انه يمشوا كانوا ممكن يمشوا حوالي عشرين ميل كويس عشرين ميل يعني حوالي ثلاثة ايام علشان يوصل الى جبل المراية فعش كده لو روحنا للنص الكتاب يقول لك وفي اليوم الثالث يبقى هو خرج من البيت وفي اليوم الثالث وصل الى المنطقة اللي ربنا ورهاله قال له عليها اللي هي جبل المرايه كويس؟ بعض الإخوة المسلمين بيقولوا لا المكان ده مش هو جبل المراية ده المكان ده هو جبل المروة اللي موجود في السعودية موجود في مدينة مكة طيب لو حتى بالعقل يعني بال بالمنطق كويس المنطق المسافة ما بين بئر سبعة كويس ومكة تحت هنا المسافة دي حوالي 1367 كيلو متر 1367 كيلو متر يعني المسافة يمكن من القاهرة لأسوان او ابعد شويه المسافه دي لو الواحد حب يستغرقها مشي يمشي يمشيها فيش طيارات وما فيش اتوبيسات وما عربيات فهتمشي تستغرق منك بدون توقف 208 يوم يعني انت بتتكلم على خمس شهور لا آه كم ست شهور او اكتر من ست شهور ست شهور وشوية ماشي almost سبع شهور عشان توصل الى المنطقة دي ابراهيم محتاج سبع شهور عقبال لما يوصل هنا يبقى ما ينفعش النص الكتاب يقول وفي اليوم الثالث اليوم الثالث ما تنفعش غير انها تكون الى جبل المريا اللي هو المنطقة الموجودة في أورشليم. المنطقة اللي اتبنى عليها هيكل سليمان. حتى النص الكتابي في سفر أخبار الأيام الثاني وفي أصحاح ثلاثة بيقول لي هذه الكلمات: وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم في جبل المرية، يبقى بيت الرب اللي بناه سليمان في مدينة أورشليم بناه في جبل المريا نفس المنطقة ما نفس المنطقة اللي قدم فيها إبراهيم إسحاق هي نفس المنطقة اللي تقدم بنى فيها الهيكل هي نفس المنطقة اللي رفع فيها رب المجد يسوع المسيح أيضا وصلب فما ينفعش انها تكون مكه لا منطقيا ينفع ولا تاريخيا ينفع ولا حتى وثائقيا الوثائق التاريخيه القديمه تنفع ولا حتى اي شيء. يعني اذا كان عندي نص كتابي النص الكتابي ده ملهوش اي علاقه بمكه نهائي نهائي حتى لو افترضت مع ضعف الايمان انا يعني انا من الناس اللي يعتبروا محافظين أو أؤمن أن موسى هو كاتب سفر التكوين. فلو أنا قلت أن موسى كتب سفر التكوين سنة 1400 قبل الميلاد. كويس؟ ولو قبلت حتى كلام النقاد أن سفر التكوين إتكتب بعد موسى بشوية. يمكن إتكتب في القرن السادس أو القرن الخامس الميلادي. يعني قبل الإيمان المسيحي بحوالي خمس ست قرون. ما أنا مش بقبل الفكر ده، بس هفترضه. وكمان 600 سنة أضيف عليها 600 سنة عقبال لما أتى الإسلام، يعني أنت بتتكلم على فترة مع أضعف الإيمان ما بين 2000 سنة إلى ألف 1200 سنة. لم يوجد تاريخ لمكة، ولا يوجد حضارة لمكة، ولا يوجد ذكر لمكة، ولا يوجد اي شيء مجرد صحراء جرداء آآ آآ ملهاش اي قيمه فيها عباده الاوثان فحتى لو 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 جه الكاتب يكتب مش هيفكر في مات مكه ابدا ملهاش علاقه بجبل المريا فمنطقيا وتاريخيا ونص كتابي قديم بمئات السنين كلها تؤكد أن جبل المرية هو الجبل اللي بنى عليه سليمان وسليمان بنى الهيكل بتاعه سنة 966 قبل الميلاد يعني حوالي 1500 سنة قبل ظهور الإسلام وبعدين يجي في الآخر يقول لا أصله علماء اليهود حرفوا علشان عارفين أنه مكة هي كذا وحدش يعرف حاجة عن مكة أنت بتفترض إن الناس عارفة، الناس مش عارفة حاجة. لم يكن لها ذكر ولا وجود. آجي نقطة أخرى. مهمة أوي. يبقى اتكلمنا عن المكان، بالنسبة بقى للشخص نفسه، هل هو هل هو إسماعيل أم هو أم هو إسحاق؟ في حلقة مهمة أوي للأخ وحيد حلقة في برنامج الدليل رقم 211. ودي بيناقش فيها إسحاق أم إسماعيل وبيقدم أدلة كثيرة جدا سواء أدلة كتابية أو أدلة حتى قرآنية على أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل حلقة 1211 من برنامج الدليل مع الأخ وحيد تدبير الله نيجي الجزء مهم قوي وهو تدبير الله يقول الكتاب فناداه الرب ملاك الرب من السماء وقال ابراهيم ابراهيم فقال ها انا ذا فقال لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيء لاني الان علم طبعا الجزء ده اول ما حد بيقرا لك اه يعني ربنا ما كانش يعلم لا ربنا يعلم ربنا عارف قلب ابراهيم ربنا كان ابراهيم بالنسبه له هو الصديق الخليل هو قال كده لا اخفي على عبد ابراهيم ما انا صانع فكان هناك في علاقة خاصة ما بين الله وما بين ابراهيم. وابراهيم عاش مع الرب بالايمان. والسمه الاساسيه اللي اتصف اللي بها ابراهيم هو انه ابو الايمان، انه هو كان فعلا مؤمنا بالرب وبوعود الله. وهذا الايمان به ابراهيم تبرر. وبه عاش مع الرب. طب ازاي بقى هل الله لأن الآن علمت يعني هل بيعني إن ربنا ما كانش عارف وبيقى عارف؟ لا لأنك يا إبراهيم الآن برهنت أنت قد برهنت قد أثبت مش لله للكل عشان كده النهارده إحنا لما بنقرأ قصة إبراهيم إحنا نفسينا بنتشجع وبنتعلم من إبراهيم وإبراهيم أخذ لقب الإيمان وصار نموذج نحتذي به في الإيمان من أجل ما فعل كان لابد ان الايمان دون يمتحن وكان لابد ان الايمان دون يعني يظهر ويتاكد في مواقف تاريخيه تفيد المؤمنين اللي جايين بعد كده ويتعلموا منه لان الان علمت انك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني فرفع ابراهيم عينيه ونظر وإذ كبش وراء ممسكا في الغابه بقرنيه فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقه عوضا عن ابنه فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى فاش كده تدبير الله يهوى يرأى يعني ايه يهوى يرأى؟ يهوى يرأى معناها الرب يرى والرب يدبر الرب رأى احتياج ابراهيم الى بديل لاسحاق الرب راى بديل لاسحاق ودبر هذا البديل لاسحاق وهو كبش ممسكا بقرنيه في الغابه. تدبير الله هو تدبير الله نفسه، الله هو اللي دبره. لم يدبر انسان الكبش دون لكن الله هو اللي دبره، وده بيقول لي حاجه مهمه جدا انه فدائنا انه الانسان يفتدى ليس تدبيرا بشريا لكنه تدبير الهي. الله راى احتياجنا منذ ان سقطنا الى الفادي والمخلص الذي يموت عنا كفاره عن خطايانا، الله هو الذي دبر لابراهيم البديل. حاجه ثانيه مرتبطه بهذا التدبير. هذا التدبير تدبير عظيم كبش ممسكا. الله عندما قدم قدم البديل لابراهيم، وعندما راى الله شر البشريه، لا لا ينفع دم تيوس وعقول لفداء البشريه. فداء البشريه محتاج الى دم كريم كما من حمل بلا عيب دم يسوع المسيح المعروف سابقا قبل تاسيس العالم. دبر الله لينا فداء عظيم في شخص المسيح. تدبير الله تدبير فعال بمعنى انه انه بيصنع تغيير. التدبير دوًا أنقذ إسحاق من الموت. لأنه صار بديل لاسحاق. إنما تدبير الله في المسيح يسوع أنقذ البشرية من الموت، لأن أجرة الخطية هي موت. ولأن أجرة الخطية هي موت، فالموت صار هو استحقاق لكل البشر. أجرة الخطية موت. والرب يسوع عندما دبر دبر مات لكي يحمل عنا عقاب الخطيه فزي ما الكبش اعطى حياه لاسحاق يسوع المسيح حمل الله اعطى ايضا حياه لكل من يؤمن به ويقبل اليه تدبير الله في المسيح هو للكل في القديم هذا الكبش كان لإسحاق محدود لكن في المسيح يسوع هو للكل وهو كفارة لا من أجل خطايانا فقط بل من أجل خطايا العالم أجمع لكل من يقبل ويأتي للمسيح لكل من يؤمن أن يسوع المسيح حمل خطايانا على الصليب ومات نيابه عنا اينا الحياه لانه الكتاب بيقول لنا هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه صدقني عزيزي المشاهد ده مش كلام احنا حافظينه بنقوله لكن فعلا ده عمل الله العجيب في المسيح يسوع الله كان في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياهم لأن المسيح حمل خطايانا على الصليب على الخشبة أجل حاجة تانية تدبير الله زي ما قلت فناداه ملاك من السماء في كم حقيقه مرتبطه بإمتحان اه 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 الله لابراهيم الحقيقه الاولى ان الله امتحن محبه ابراهيم امتحن محبه ابراهيم واحنا احبائي في علاقتنا مع الرب كل يوم زي ما قلت احنا بنمتحن كل اختيار بختاره هو اختيار وامتحان حتى لما ناتي إلى قصة أيوب لما نتكلم عن أيوب شوف كتير بنتكلم عن صبر أيوب لكن عظمة أيوب في وسط الامتحان اختار الله بالرغم من عدم وجود إجابة على أن يترك الله ويبتعد عنه اختار أن يرتبط بالله بالرغم انه عنده أسئلة كتيرة ملهاش إجابات لكن اتمسك بالرب اختار الرب بالرغم من وجود اجابات زي ما بيقول الاخ ماهر في ترنيمته بنعديها بلا اجابات يكفي وجوده مليني ثبات في اوقات كتيره في حياتنا في علاقتنا في امتحاناتنا في الام الحياه مع حاجات ملهاش اجابات كتير لكن وجود الرب معانا هو اللي بيثبتنا وجعلنا نكمل الرحلة. لأني علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عنه كل امتحان هو إعلان لمخافتنا لله، مش خوفنا من الله، لكن مخافتنا لله، حبنا لله، تقديرنا للرب. زي ما وقف زمان بوليكاربوس وهو واحد من شهداء الكنيسة الأولى وكان تلميذ ليوحنا الحبيب وقف قدام الامبراطور وطلب منه الامبراطور قال له بيدي ان اميتك وبيدي ان احييك. ان اردت ان تذهب الى بيتك حي فقط العن المسيح. فقال له كان امينا معي 86 سنه فكيف اخونه في الاحصى؟ طيب اخذ مكالمة اخرى. الاخ كمال من الجزائر. سلامة. اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بيك انا اهلا بك. انا انت بدل برنامج نتاعك تزور تعلمت في الكتاب المقدس امم تفضل عندي سؤال الو ايوه سامعك تفضل عندي سؤال طب ممكن تكلمني من التليفون افضل من التلفزيون بس عشان يبقى صوتك واضح لينا انا واضح انا قصيت التلفزيون عندي سؤال من هم من هم السبتيون اوكي الموكيست. السبتيين نعم من هم هذا. هل هم المسيحيين ام ليس المسيحيين هو آه ممكن ممكن حضرتك طب تسيب رقم تليفونك انا بس عايز لانه هجاوب على السبتيين هياخدني بعيد قوي عن الموضوع اللي انا بتكلم عنه لكن هناك اختلافات اساسيه وجوهريه بين الايمان المسيحي الكتابي وما بين ايضا السبتيين لكن لو تركت تليفونك انا ممكن احاول اكلمك واشرح لك هذه الاختلافات لكن عشان ما, ما 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 نبعدش عن موضوع الحلقه وفضل لنا ثلاث دقايق او اربع دقايق فانا ممكن اجاوب على حضرتك بالتليفون اشكرك على اتصالك الحقيقه الثانيه بقى الحقيقه الاولى زي ما قلت ان كل ايمان يمتح الحقيقه الثانيه هي مرتبطه بالبديل لماذا لم يذبح يزب اسحاق ويموت لان الله دبر البديل فرفع ابراهيم عينيه ونظر واسكبش الله دبر له البديل هذا الكبش هو رمز لبديل حقيقي اتى في ملء الزمان زي ما قلت هو شخص الرب يسوع نفسه الذي قدم نفسه نيابه عنا على عود الصليب ان المسيح رفع على الصليب نيابه عنا. ابن اخر غير ابن ابراهيم وضع على المذبح وهو الصليب ليموت نيابه عنا. قبل ان يموت اسحاق سمع ابراهيم صوت من السماء يقول له لا تمد يدك الى الغلام لكن عندما صلب يسوع المسيح صمتت السماء لانه لابد ان يموت نيابه عن البشريه لكيما يجد لها خلاص مش كده رسول بطرس قال لنا ايه جميله جدا فان المسيح ايضا تالم مره واحده من اجل الخطايا البار من اجل الاثمه لكي يقربنا الى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح يبقى المسيح تالم مره واحده من اجل الخطايا البار من اجل الاثمه وده بالظبط اللي قاله لنا اشعياء في 53 وهو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. المسيح حمل على الصليب إثم جميعنا البار من أجل الأثمة من أجل الأثمة عندما وضع إبراهيم ابنه على المذبح قال له الرب لأني الآن علمت أنك خائف ربنا قال إبراهيم كده لما وضع إسحاق على المسبح وربطه وحطه فوق الحطب ومسك السكينة الرب قال له الآن علمت أنك خائف الله طب عندما رفع الرب يسوع على عود الصليب علمنا هكذا أحب الله في موت المسيح يسوع عرفنا هكذا احب الله احبائي لا توجد عطيه اعظم من ان يجود المعطي بذاته والله الاب اعطانا كلمته الازلي يسوع المسيح الكلم الذي صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب لكنه رفع على الصليب وحمل خطايانا وقال على الصليب قد اكمل المسيح يسوع قد اكمل فدائنا وخلاصنا بموته الكفار نيابه عنا على عود الصليب صلاتي ان يفتح الرب قلوبنا فنقبل هذا الخلاص ونختبر نعمته ونضمن الحياه الابديه بالايمان به الى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم